السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم الفيديو ديالنا يكون على الشعر، بحيث كنشوف البنات بزاف كيهضروا على تساقط الشعر والقشره، وانا جربت واحد الوصفه وصدقات ليا وقلت علاش لا ما نوريهاش لكم، وجربوها حتى نتوما وردوا عليا واش زعما واش صدقات ليكم حتى نتوما ولا لا. نبداو الفيديو على بركه الله. مكرونة كبيرة ولا أي حاجة عندكم، كنديرو أزير كنزيدو عليه الزعتر كنديرو القرنفل، كديروا شويه شويه من الحاجه، اي حاجه عندكم منها كديروا منها شويه، وإلا كان عندكم حتى الريحان راه هو زوين. ومن بعد ما غلينا الماء كنديروه في الخليط وكنغطيوه وكنخليوه حتى يبرد ونصفيوه. ناخدو سكينجبير طري كنديروه في الطحانه ونطحنوه مزيان، ومن بعد كنصفيوه وكناخدو داك الماء ديالو. كناخدو قرعه دجاج كبيره وكنديروا فيها هذاك الخليط كلشي اللي درنا الاول ديال الزعتر والقرنفل وازير وديال السكينجبير، وكنخلطوها مزيان 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 وكنزدو عليها وكنخليوها وقت ما بغيناها كناخدو لنا شويه كنديروها في الشاشه ونسدوها. كنجيبو دوك المكونات كاملين وكنحطهم في قرعه، كنديرهم في قرعه ديال الزاج والرشاشه كما كانت عندكم وكنعمرها كنخلطو هادشي. اصلا ريحتها يعني زوينه، ماشي حيت فيها القرنفل والزعتر، يعني كاع المكونات اللي زعما اللي ما داش لكم ريحه خايبه. بحال دابا هكا وكنبقى نشط على شعري كامل وكندير، حيت دابا كاين البرد عندك ويضربكم البرد، راه يقدر يضربكم البرد، من الاحسن كترشوها على شعركم كامل يعني في كاع البلايص اللي كتبغيو، اكثر هي البلايص كتركز على البلايص اللي زعما اللي باغيني تنوض لكم الخلفه فيهم هكا. ومن بعد كندير انايا شي بوني ولا شي حاجه ولا شي باش ما يضربنيش البرد، حيت دابا كاين البرد والقرنفل راهو سكينجبير راه يضربكم عليهم البرد. في الصيف ماشي مشكل، ولكن في دابا في البرد اللهم غطيو شعركم، وفيما ينشف تحسوا به ينشف عاوتاني عاودوها وهكا وكتنوض لكم الخلفه. نتمنى تكون الوصفه عجباتكم وفاتكم. المهم البنات، قبل ما نساليو الفيديو الا كان عندكم شي تساؤل خليوه ليا في الكومونتير ولا في الانستغرام ديالي ها هو، ومرحبا بكم عندي في الانستغرام ديالي ولا في القناه ديالي كنتي عندي ولا ما كنتيش عندي. ولا عجبك الفيديو ديري لايك واشتراك الا ما كنتيش عندي، وفعلي الجرس باش يوصلك كاع الجديد اللي كندير. كنبغيكم بزاف ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. بما ان الفيديو على الشعر قلت نشارك معكم واحد الزيت درته. المهم المكونات الا ما كانش عندكم شي مكون راه ماشي مشكل. اول حاجه كناخذوا الحرمل وزريعه البصله وكنحمروهم في الفران مزيان، ومن بعد كنديروهم نطحنوهم مزيان مزيان. من بعد كنشدو قرعه ديال الزاج وكنديروا فيها هذاك الخليط اللي درنا طحناه مزيان، وكنزيد عليه زيت نباتي وزيت اللوز الحلو، معروف على اصلا الحرمل يعني كيغطي البصيلات وكيقوي الشعر، وزرعت البصله حتى هي راه يعني معروفه في التساقط للشعر راه مزيانه بزاف.
بالنسبه لزيت اللوز الحلو كنركز على الحلو مزيان مزيان للشعر، فيه الاوميغا 3 وهي مفيده للشعر بزاف. كنزيدو عليهم جوج معالق كبار ديال زيت الكوك، وكيحمي لنا الشعر من التساقط وكيساعد على الترطيب ديالو وكيحافظ لنا على النمعان ديالو والنعومه. ما ننساوش طبعا انه كينشط لنا الدوره الدمويه، وراه كيكون جامد في اوقات البرد يعني فحال هذا الشكل. قبل ما ننسى بغيت نقول لكم بان الزيت الاساسي ديال الازير يعني مهم بزاف، انه الا كان ضارك راسك تقدري ديري وتحزمي راسك. كنخلط كل شيء مزيان باش يتجانس لينا زيت الكوك مع الزيوت الاخرين والحرمل وزريعه البصله. كنزيد عليه زيت نباتي كنضيف ليه 5 ديال القطرات ديال زيت اساسي من الحامض اي الليمون، وهو معروف بان الحامض كيقوي الشعر وكيزيد اللمعان ديالو كيقلل من التساقط وكيحمي من القشره. كنزيد ليه 5 ديال القطرات ديال زيت اساسي الخزامه، هو كيزيد من تدفق الدم في فروه الراس وكيضيف ليه اللمعان. وكنزيد 5 ديال القطرات ديال زيت اساسي من ازير، وكنسدو القرعه وكنخليوها سيمانه في شي بلاصه اللي ما فيهاش الضوء ديال الشمس، ومن بعد كنبقاو نستعملها قبل الحمام. وقبل ما نسالي الفيديو كنقول لكم بان هذه راه صاحبتي دارت اليوتيوب، كنتمنى تدخلوا عندها وتشوفوا داكشي اللي كدير. راه كدير داكشي ديال رمضان دابا، السفوف والشباكيه والشهيوات. المهم كنتمنى تدخلوا عندها وتدعموها باش تحقق الشروط. كنت باغا نحط الفيديو وجات عندي صاحبتي هضرات معايا قالت لي راه دايره جروب ديال فقر الطب المنجالي، قلت نبارطاجيه معاكم في القناه ديالي باش اللي فيه هذا المرض يدخل لهذا الجروب هذا، راه نحطه في صندوق الوصف. وحتى الا كانت شي جمعيه هكا كتهتم بهذا المرض هذا تدخل حتى هي للجروب، وكنتمنى تبارطاجيو معنا هذا الجروب. كيحطوا مواضيع كتهم هذا المرض، وزائد على هذا الشيء كل واحد كيعاود التجربه ديالو مع هذا المرض. وفقر الدم المنجلي هو عباره عن مرض وراثي، مشكلته انه الجسم كينتج كريات دم حمراء على شكل هلال او منجل، هكاك علاش باش سماو فقر الدم المنجلي. وكريات الدم الحمراء الطبيعيه هو عمرها نحو 3 شهور، ولكن كريات الدم الحمراء المنجليه فعمرها 15 يوم وكتحلل في الدم، هادشي اللي كيخليها ما كتقومش بالوظيفه ديالها الطبيعيه، وبالتالي ما كتنقلش الاكسجين للجسم. وفاش كتحلل تما فين كيكون انخفاض في نسبه الهيموغلوبين في الدم، وهادشي باش كينتج عليه فقر الدم. واهم الاعراض ديالها هو الاصابات بنوبات الم شديد، حيث كما كتعرفوا كريات الدم الحمراء المنجليه الشكل ديالها حاد وكتلتصق ببعضها، وبالتالي كتسد الدوره الدمويه، وهادشي كيؤدي الى جلطات ونوبات الم شديد. هاد الصوره كتبين لكم الشكل ديال كريات الدم الحمراء الطبيعيه كيفاش كتكون، والكريات الدم الحمراء المنجليه كيفاش كتكون.